رمضان مبارك كريم. كلنا في هاد لابيريود كنبغيو هكا دي باك اللي كيكون فيهم اللباس ديال الصلاه والسجاده المصحف وحتى التسبيح. اليوم غنبارطاجي معكم واحد لاباج اللي زوينه بزاف واللي عندها تبارك الله كاليتي غزاله. بالنسبه لاباج فهي سجاد نيلي، تبارك الله غنيه عن التعريف وكدير واحد لاكاليتي لحد الان مازال ما شفتش بحالها. هاد السجاده هادي فريمون غليظه، التوب ديالها رائع بزاف، شوفوا لي التطريزه اللي فيها. صراحه انا اللي اختاريت اللون حيت عجبني بزاف بزاف. ودابا غادي نهضر لكم على اللباس ديال الصلاه اولا العبايه ديال الصلاه اللي هي لاكاليتي ديال التوب ديالها زوينه بزاف، صبن ورد فيها هنايا واحد التطريزه عندها بزاف ديال الالوان، لا هي ولا السجاده ولا حتى المصحف. شوفوا لي التطريزه كيفاش دايره، كتجي محتشمه طويله حتى الكمام كيجيو طويلين وزوينه ومريحه. غنبارطاجي معكم التسبيح، هادو يقدروا يكونوا ايدي كادو زوينه بزاف وخاصه للناس اللي كيمشيو هكا يديروا عمره ويجيو، الا بغيتوا تاخذوهم حتى لراسكم راهم زوين.